من مؤسسة الانبعاث المستوى الأول ابتدائي مادة اللغة العربية. مكون التحدث والاستماع، هدف الدرس ترويج المعجم، الاستعمال الضمني للتراكيب والأساليب والتحويلات. عدت من جديد، صباح الخير، اشتقت إليكم. دعاء الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. قبل أن نبدأ درس اليوم، المرجو من الآباء الأعزاء مشاهدة الشريط مع أطفالهم حتى يتمكنوا من إيقافه كلما دعت الضرورة لذلك، حتى يتمكن الأطفال من إنجاز المطلوب. أما أنتم صغاري فضعوا الألواح أمامكم ولنبدأ الدرس. أولا، هل أنجزتم الواجب؟ لنرى. ما عنوان الحكاية؟ معلمتي غيثة وليليا. أحسنت. في مدينة الألعاب. جيد. وشخصية النص؟ من يذكرني؟ معلمتي غيثة. جيد. ليليا. نعم. الأب. أحسنت. والزمان؟ معلمتي يومي السبت والأحد وفي العطل المدرسية، وقد يكون ذلك صباحا أو مساء. نعم. والمكان؟ في مدينة الألعاب معلمتي. جيد. هل ذكر مكان آخر؟ بيت غيتا. جيد. الآن الأحداث. زيارة ليليا لغيتا. أحسنت. اصطحاب الأب لغيتا وليليا إلى مدينة الألعاب. نعم. غيتا وليليا في مدينة الألعاب. جيد. غيتا وليليا تركبان السيارة. أحسنت. ليليا تصرخ حذاري انتبهي. يظهر أنكم فهمتم الجزء الأول من الحكاية، وأهنئكم على أنكم أنجزتم الواجب بشكل جيد. أحبائي، ننطلق من الجمل الواردة في النص. أولاً، فتحت غيثة الباب. ركبت ليليا السيارة. نعم. ليليا جلست بجانب غيثة. جيد. غيثة تملأ الدنيا ضحكا. سأعيد. فتحت غيثة الباب. سطرت على غيثة. الجملة الثانية، ركبت ليليا السيارة. سطرت على ليليا. الجملة الثانية، ليليا جلست بجانب غيثة. سطرت على ليليا. جيد. غيثة تملأ الدنيا ضحكا. سطرنا أيضا على غيثة. لاحظوا هذه الجمل بشكل جيد. ماذا تلاحظون؟ مهلة للتفكير. الكلمات التي سطرت عليها لنلاحظها بشكل جيد. معلمتي سطرت على البنات. على ماذا؟ على غيثة. نعم. من تكون غيثة؟ غيثة بنت. جيد. وليليا أيضا. معلمتي كل الكلمات التي سطرت عليها هي للبنات. نعم، هي للمؤنث. نعم، تعرفنا على هذا سابقا، للمؤنث. جيد. إذن للمؤنث. أحسنتم. لاحظوا معي هذه الجمل. تناول أحمد الطعام. ضمد الممرض الجرح. يلعب الولد بكرته. سأعيد القراءة. اقرأوا معي أنتم أيضا.
تناول أحمد الطعام. سطرنا أسفل أحمد. ضمد الممرض الجرحى. سطرنا على الممرض. يلعب الولد بكرته. الولد أحمد الممرض الولد. ماذا تلاحظون معلمتي؟ سطرت على المذكر. نعم بني أحسنت، المذكر. وفي الجمل السابقة المؤنث. إذن المذكر والمؤنث، إذن هنا نتحدث عن من؟ عن الإنسان معلمتي. أحسنت. إذن إذا سطرنا على الإنسان، من يستطيع أن يخبرني؟ تناول أحمد الطعام. أريد أن يكون الجواب أحمد، فلتسأله ماذا سنقول؟ فكروا. من؟ أحسنت. من تناول الطعام؟ إذن للإنسان نقول من. نعيد، للإنسان نقول من. من للإنسان، إذا أردنا أن نسأل عن الإنسان فنحن نستعمل من. إذن سأسأل وأريد أن يكون الجواب هو المعلمة. إذن سأعطيكم الآن الجواب، أنتم تسألون. من طرق الباب؟ من طرق الباب؟ المعلمة تطرق الباب. أحسنت. إذن من للإنسان. الآن قال زميلكم المذكر وزميلتكم قالت المؤنث، إذن يجب أن يكون هناك فرق بين المذكر والمؤنث. من منكم يستطيع الإجابة؟ فكروا. إذا أردنا أن نوجه أن نسأل عن مؤنث، ماذا نقول؟ وعن مذكر ماذا نقول؟ معلمتي، الذي للمذكر. نعم جيد، التي للمؤنث. جيد أحسنتي. إذا نقول من الذي للمذكر ومن التي للمؤنث. من الذي تناول الطعام ومن التي فتحت الباب. جيد. إذا إن كان مذكرا، إن كانت الكلمة التي سطرنا أسفلها للمذكر نقول من الذي، وإن كانت الكلمة للمؤنث نقول من التي. أحسنتم. رددوا معي، من للإنسان، من للإنسان. حاولوا صغاري أن تتمرنوا على الألواح وأن تجيبوا على هذه الأسئلة. ضمد الممرض الجرحى. الجواب على اللوحة. جيد أنجزتم. نرفع اللوحة. جيد. من الذي ضمد الجرحى؟ أحسنت. يلعب الولد بكرته. ننجز. نرفع. أحسنتم. من الذي يلعب بكرته؟ الآن حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين. التمرين يقول أسأل مستعملا من الذي، أحاول طرح سؤال مستعملا من الذي. ننجز على اللوحة. مهلة للإنجاز. إن سمعتم الطرقة نرفع اللوحة. رفعوا ألواحكم. سأقرأ بعض الكتابات. من الذي يفتح الباب؟ جيد. من الذي يمسح السبورة؟ أحسنت. من الذي سيسافر غدا؟ جيد. جيد جدا. أتعرفون لماذا؟ لأنكم وضعتم علامة الاستفهام في نهاية السؤال. دائما أقول لا ننسى علامة الاستفهام في نهاية السؤال. من الذي سيسافر غدا؟ جيد. الآن
أسأل مستعملا من التي؟ أسأل مستعملا من التي؟ ننجز. لنرفع اللوحة. نعم، من التي طبخت الطعام؟ أحسنت. من التي تنظف الأرض؟ جيد بني. من التي تربي الأطفال؟ نعم أحسنت، جيد. الآن سنرتاح قليلا ولننشد معا. أقبل العيد، أقبل العيد فهيا يا رفاقينا تهيا، واجعلوا القلب الشقيا يرقص اليوم حبورا، زينة البيت أعدوا فرحا للقلب ردوا، زينة البيت أعدوا فرحا للقلب ردوا، واجعلوا القلب الشقيا يرقص اليوم حبورا. جيد. عرفنا سابقا أنه إذا سطرنا على بلا فنحن نسأل بألم أو أليس كذلك، تذكرون؟ جيد. لننتبه الآن، ألم سوري، ألم. من يستطيع أن يضع ألم في جملة مفيدة؟ جيد، سنكتفي بهذه الجمل المكتوبة على السبورة. ألم تسافر إلى فاس؟ ألم تسافر إلى فاس؟ سنأخذ هذه الجمل أو هذه الجملة للشرح. ألم تسافر؟ هناك ماذا؟ هناك سكون. جيد. ماذا قلت لكم سابقا عن ألم؟ إنها قوي، قوية جدا، فهي تضرب الضمة وتضع مكانها السكون. أنت، فنقول أنت لم، ألم تسافر. جيد. الآن سنرى أنت، نقول أنت ألم تسافر. أنت من ألم تسافري؟ ركزوا معي، ري. ننظر السبورة سنرى أن هناك الياء في آخر الكلمة. الأصل في الكلمة ماذا؟ كلمة تسافرين. إذن تدخل ألم القوية، ماذا تفعل في هذه الجملة؟ فهي تضرب النون، فهي تضرب النون. جيد، أقول لكم دائما أن ألم فهي قوية جدا، فهي تضرب النون. أنتما، ماذا سنقول في أنتما؟ ألم تسافرا؟ الأصل تسافران، ضربنا أيضا هنا ماذا؟ النون معلمتي. جيد. ألم تسافروا أنتم؟ ألم تسافروا؟ جيد، الأصل تسافرون، ضربنا هنا أيضا النون. إذا نقول أن ألم فهي قوية جدا، فهي تضرب الضمة ونعوضها بالسكون، وتضرب النون في أنت وتبقى الياء، وفي أنتما تضرب النون أيضا ويبقى الألف، وفي أنتم تضرب النون ونضيف الألف الواو مع الألف. جيد. إذا الآن سنحاول أن نستعمل ألم في جمل مفيدة مرة أخرى. أخرجوا ألواحكم لننجز. ألم بكلمة أخرى عوض تسافر، مهلة للإنجاز. حاولوا وضع السكون بلون مغاير، أيضا الياء، الألف والواو مع الألف. تذكروا أن ألم قوية، قوية. أفعل الواح؟ جيد. ألم تكتب؟ جيد. إذا زميلتكم قالت ألم تكتب، في أنت ماذا سنقول؟ بني، ألم تكتبي؟ رائع. كتابة أخرى. ألم تخرج؟ جيد. أنتما ماذا سنقول؟ ألم تخرجا؟ أحسنتم. سأقرأ. مسحت. ألم تمسح؟ جيد. ألم تمسح؟ أنتما ألم تمسح؟ إذن
أحسنتم، ضعوا ألواحكم لنردد. ألم تسافر إلى فاس؟ عيد معي. ألم تسافري إلى فاس؟ ألم تسافرا إلى فاس؟ ألم تسافروا إلى فاس؟ جيد. الآن نفس السؤال السابق، الآن سنستعمل لماذا لا في نفس الجملة. قلنا سابقا ألم تسافر، الآن لماذا لا؟ ماذا سنقول؟ لماذا لا أنصتوا؟ لماذا لا تسافر؟ الضمة، الضمة. إذن لماذا لا؟ تحافظ على الضمة. أنت لماذا لا تسافرين؟ لماذا لا تسافرين؟ أنتما لماذا لا تسافران؟ أنتم لماذا لا تسافرون؟ الملاحظة الآن هنا الضمة والنون عكس ألم، هنا الضمة والنون. ألم قوية تضرب الضمة وتضع مكانها السكون، تضرب النون وتبقى الياء، تضرب النون ويبقى الألف، تضرب النون ونضع مكانه الألف. الألواح دائما أنجزوا جمل بلماذا لا. ارفعوا ألواحكم. لماذا لا تلعب في الساحة؟ جيد. لماذا لا تلعب في الساحة؟ جيد. لماذا لا تراجعين دروسك؟ أحسنت. لماذا لا تكتبون دروسكم؟ رائع. لماذا لا تسبحان في المسبح؟ أحسنتم. إذن الآن الفرق واضح بين ألم ولماذا لا. إذا طرح سؤال، إذا وضعنا لماذا لا تكون الضمة والنون، وإذا كانت ألم فتضرب الضمة ونوضع مكانها السكون، وتضرب النون ويبقى الياء في أنت والألف في أنتما والواو في أنتم. أظن أننا فهمنا الآن الفرق. واجبكم المنزلي هو تكوين جمل ب ألم ولماذا لا، ولا ننسى في نهايته، لأن هذا سؤال لا ننسى في نهايته علامة الاستفهام. قاعدة تقول الضمة والنون في لماذا لا، السكون وخروج النون في ألم. خذوا نفسا عميقا الآن ولنرتاح قليلا. أغمضوا عيونكم، قفوا، تحركوا. نفس عميق شهيق زفير. الآن لنجلس ونتابع الدرس. ماذا قالت ليليا لغيتا؟ أتذكر نعود. ماذا قالت ليليا لغيتا؟ من يستطيع مهلة للتفكير؟ نتذكر الحكاية ونسترجع الأحداث. هذه في الجزء الأخير من الحكاية التي سمعتم في الحصة السابقة. قالت ليليا انتبهي. قالت حذاري انتبهي. جيد، نتوقف عند انتبهي. ليليا قالت لغيتا انتبهي. إذا لو أن مكان غيتا كان أحمد، ماذا ستقول له؟ هل ستقول له انتبه؟ لا طبعا. ماذا ستقول معلمتي؟ انتبه. ستقول انتبه. إذا أنت انتبه وأنت انتبهي. جيد. إذا هنا تأمرها بأن تنتبه، تأمرها بأن تنتبه. مثلا أنا أمرك بأن تنتبه، سأقول لك انتبه بني
انتبهي بنيتي، وإن كان عندنا المثنى اثنان ماذا نقول؟ دائما نعرف أن المثنى ماذا سنقول في المثنى؟ أنتما ماذا؟ يجب أن تعرفوا ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث هنا، هذا سهل. ماذا سنقول؟ أمرهما ماذا ستقول لهما؟ انتبها، رائع، انتبها، رائع جدا. أنتما انتبها وأنتما انتبها. أنتم الآن في الجمع ماذا سنقول؟ أنتم، أنتم انتبهوا، أنتم انتبهوا، جيد. أنتن انتبهن، جيد. هذه الكلمة كانت في النص، الآن على الشاشة هناك لكلمة أخرى، العب. أنت العب، أنت العبي، أنتما العبا، أنتما العبا، أنتم العبوا، أنتن العبن. إذن أنت هناك سكون، أنت هناك الياء، العبي، أنتما الألف، أنتم الواو، أنتن دائما النون، جيد. خذوا الألواح الآن وأنجزوا هذا التمرين. أنت أكتب، انتبهوا، أنا أضع الحركة فقط، الكسرة في هذا التحويل، إما أن أضع الكسرة في العب أو أضع الفتحة أو أضع الضم، ما ننتبه لهذا وتذكره أثناء الشكل. أنجزوا التمرين على الألواح، مهلة للإنجاز. أنت أكتب، أنت لا داعي لكتابة الضمائر، أنجزوا فقط الكلمة فقط ثم سنرفع الألواح. أنت أرفعوا ألواحكم، جيد، أكتبي، 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 جيد. الآن أنتما الإنجاز، ارفعوا، جيد، العبا، لا لم اكتب، اكتبا، اكتبا، جيد، اكتبا، حسنا. انتم ننجز، ارفعوا الواحكم، جيد، اكتبوا، رائع، اكتبوا، رائع. انتن نسرع قليلا، جيد، ارفعوا، اكتبنا، اكتبنا، احسنتم، حاولوا الترديد معي، اكتب، اكتبي، اكتبا، اكتبا، اكتبوا، اكتبنا، رائع. ننتبه هناك فقط انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتن، نا، سهل جدا، واحسنتم التصرف وكنتم في المستوى، جيد. صغاري، كتبت لكم هذا التحويل بهذا الشكل لكي نقرأ ونلعب في نفس الوقت. يمكنكم أخذ الحبل وأنت تردد، اقفز، اقفزي، اقفزا، اقفزا، اقفزوا، اقفزنا. حاولوا قراءته بشكل جيد، وأن تتمرنوا على هذا التحويل بشكل جيد أيضا. صغاري، إلى هنا أقول لكم إلى اللقاء، أحبكم جميعاً.